كابتن بلال الف مبروك ويتقال بصوت عالي. اه طبعا نقول الف مبروك بصوت عالي طبعا، يعني بغض النظر عن الفنيات، ولكن الاهلي هو البطل الحقيقي، الاهلي هو رقم واحد. اللي كان عنده شك صغير كده ان الاهلي الافضل في تاريخ الكره العربيه والافريقيه، ولو شك صغير كده النهارده هيبصم ان الاهلي الافضل في تاريخ الكره العربيه والافريقيه. الاهلي في حته ثانيه. اه طبعا طبعا، نقعد بقى نقول اصل مين لو لعب مين ومين لو جه منين وحادي بادي كرومب زبادي، ياخد بالك، وبعدين نبتدي ننقي. الكلام ده ما يمشيش مع النادي الاهلي. سياسه النادي الاهلي هي سياسه البطولات، الانجازات، التاريخ. هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي اتربينا عليه كلنا. صح. الحمد لله رب العالمين. كل اللي قاعد هنا اعتقد حصل على بطوله افريقيا وحصل على بطولات الدوري العام وكؤوس. هو ده تاريخ النادي الاهلي اللي بيصنعه النادي الاهلي، وبيصنعه اللاعبين ومجالس الادارات والناس وكل حتى والعمال كمان، وبيشارك فيه طبعا وعلى راسهم جماهير النادي الاهلي. التاريخ اعتقد انه معمول عشان خاطر النادي الاهلي. يعني النادي الوحيد اللي حصل على 3 4 ميداليات في تاريخ البطوله كلها بشكل عام هو برضه النادي الاهلي. مبروك للاهلي، مبروك لجمهوره، مبروك لمجلس ادارته، مبروك للاعبيه، مبروك لاداريين، مبروك لعماله، مبروك لكل من ينتمي ويحب النادي الاهلي. من حقك انك تفخر انك بتنتمي لهذا النادي العريق. اه طبعا من حق. كلنا الحمد لله كلنا بنمشي في شارع واحنا اهلاويه الحمد لله. صحيح. رب العالمين، وبنتبسط وبنبقى سعداء جدا لما الاهلي ياخد بطوله او يكسب ماتش، وبنحس الفرح اكتر لما بنشوفها في وش وفي عيون جمهور النادي الاهلي اللي بيقابلنا حتى في الشوارع. كابتن والله الله الاهلي عامل مباراه جميله جدا، فبتبقى عارف رفع راسك، فاهم يا كابتن؟ والله العظيم يعني تقابل حد يقول لك الاهلي النهارده عمل ماتش عالمي، فبتبقى انت رافع راسك كانك انت ما زلت بتلعب. ده عشان انت بتنتمي للنادي الاهلي، او كنت في يوم من الايام يعني جزء من هذا الكيان العظيم العريق. مبروك لينا احنا كمان في الاستوديو الحمد لله، اتحرق دمنا كتير بس الحمد لله. لا والله الحمد لله فرحونا في الاخر بصراحه، كانوا رجاله اكتر من رجاله طبعا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. مبروك كولر، النهارده بطوله تضاف لسجلك التاريخي، بطوله تاريخيه كبيره جدا جدا. صحيح. جدا حصولك على المركز الثاني طبعا، الميداليه البرونزيه. مبروك لكل اللعيبه اللي اجتهدت النهارده. يعني مش هتكلم في الفنيات على الاطلاق، ان احنا النهارده كان ممكن نكسب 5 و6 و7 و8. احنا عايزين نفرح النهارده، قول اللي انت عايز تقوله. صحيح. ولكن الهدف الرئيسي انت حققته. صحيح. فطالما الهدف الرئيسي انت حققته خلاص انا اتغاضى عن كل شيء. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله يعني رب العالمين. سعداء الحمد لله بالروح القتاليه العاليه اللي كانت موجوده. صحيح. النهارده الحمد لله سعداء ان الاهلي شرفنا كلنا النهارده الحمد لله. بطوله بتقام في السعوديه البلد الشقيق، الحمد لله خرجنا واحنا رافعين الراس ومشرفين كل العرب. هو ده النادي الاهلي على كل المسلمين الحمد لله. اه والعرب كمان بشكل طبعًا عام يعني طبعًا اكيد طبعًا. هم يعني اي حد عربي هيبقى فرحان ان النادي الاهلي موجود دلوقتي على منصه التتويج. الحمد لله رب العالمين.